الكل يتذكر 2015 لما كانت أكثر من 7 معارض تقام في شهر واحد، والكل يتذكر الوزير المسؤول عن بداية المشكلة في ذيك الأيام. لم نجد من يحاسب هذا الوزير أو إحالته إلى محاكمة مجلس الوزراء نتيجة تخاذله ونتيجة المديونيات الآن اللي ترتبت على المواطنين دون قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة. موقفنا ظل ثابت في السابق والحالي، وقابلنا اتحاد متضررين النصب العقاري، وكذلك قابلنا تكتل متضررين النصب العقاري حتى هذه اللحظة يشتكون ترى من الاستجواب وزير الروضان لم تحل هذه المشكلة. اللجنة إلى الأخ وزير الروضان، إلى اللجنة لليوم لم نجد حل لمشكلة النصب العقاري. ترى مجرد أنا أتوقع كان القصد من هذه اللجنة هي ذر الرماد في العيون. إذا لم يتم حل هذه المشكلة ثق تماماً لن نتوانى عن محاسبتك. إحنا نتكلم اليوم عن مشكلة حقيقية تعني الكثير من المواطنين، أكثر من 1 مليار دينار كويتي تعرض لها المواطن من الأضرار والنصب العقاري، والوزارة تتفرج. لا أحد يقول لي حلنا إلى النيابة العامة. اليوم في طلب أساسي وهو طلب الكثير من المواطنين، مثل ما عاملت المديونات الصعبة في 92، يجب أن نعامل المتضررين النصب العقاري، أن تقوم الدولة بشراء المديونية هذه، ومن يأتي بالأحكام يأخذ فلوسه، والدولة هي للطارد وتحاسب الذي قام بالنصب العقاري في هذا الموضوع. اليوم الدولة عندها قدرة على مطالبتهم سواء في الخارج أو في الداخل أو الحجز على عقاراتهم، ولكن أنا أعتقد بل أجزم بأن الحكومة غير جادة على إيجاد حل للنصب العقاري، لأنهم فقط مجموعة من الناس البسطاء اللي دخلوا في هذه المشكلة. أنا أقول لك إذا لم فقط ليس فقط محاسبة المسؤولين، أنا أقول لك من اليوم يجب أن يحال الوزير المسؤول إلى محاكمة الوزراء نتيجة إهماله وعدم جديته في ذيك الأيام من 2015 بحل هذه المشكلة.